يسر ما أنتم ترونه من الحجة الجديدة التي زين بها هذا المصلى. فهذه نعمة ينبغي أن يشكر الناس ربهم عليه، اللهم اجعلنا من الشاكرين. ثم كذلك لا ننسى مباركة بل مناظرة السلطات المحلية لكل مكوناتها من يعني سلطة محلية ومن منتخبين ومن يعني مقاطعات ومن بشريات وعمالة وكذا، كلهم جميعا يدركون أن هذا المكان سيعود بالنفع على الجميع. لذلك جزاه الله خيرهم ما ترقد كما أخبرنا في تأمينه المطلق ولا المشروع لتسيين هذا المصدر. ولا ننسى كذلك من شيد هذا الفضاء وزينه بهذا الغطاء، وهو رجل جزاه الله خيرا قد علمنا انه يريد ويدعو ويطلب منكم ان تدعوا لابيه لانه قد مات وتركه. نحن سندعو له ولكن اقول لاخي العزيز جزاك الله خيرا، بارك الله لك في اهلك ومالك، احسن ما تقدمه لابيك ان تدعو له انت. مثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اي ولد صالحك يدعو له. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، وهذا الباب سيظل كذلك